طلاب الأول ثانوي الأدبي، يعطيكم العافية. وصلنا الآن إلى آخر جزء من وحدة المتتاليات والمتسلسلات. أخذنا عن المتتاليات والمتسلسلات الحسابية وعرفنا كيف نوجد مجموعها. الآن بدنا نعرف إيش هي والمقصود بالمتتاليات والمتسلسلات الهندسية، وإيش الفرق بينها وبين الحسابية، وكيف ممكن نحسبها. الآن المتتاليات والمتسلسلات الهندسية هي عبارة عن متتالية تكون فيها النسبة. لاحظ كلمة النسبة هي تعني يعني كسر، عدد نسبي بين كل حد إلى الحد السابق له. يعني فرضا الحد الثاني نسبته إلى الحد الأول له مباشرة تكون نسبة ثابتة، وهي النسبة بنسميها أساس المتتالية ويرمز لها بالرمز را. لاحظ هون إنه إحنا في المتتاليات والمتسلسلات الهندسية يرمز للأساس بالرمز را، لكن في الحسابية كان عندنا الرمز دال، ويرمز إلى الحد الأول فيها مباشرة بالرمز ألف مثل الحسابية تماما. الفرق ما بين الهندسية والحسابية، بنلاحظ إنه الحسابية كانت هي تمثل الفرق بين الحد إلى الحد اللي قبله، يعني الحد الثاني ناقص الحد الأول، الحد الثاني ناقص الحد الأول كانت لازم تساوي الحد الثالث ناقص الحد الثاني. هاي مين؟ حسابية. لكن هون بالهندسية الحد الثاني نسبته على الحد الأول لازم تساوي الحد الثالث على الحد الثاني، وهكذا. الآن الصورة العامة للمتتالية الهندسية هي ألف ألف راء، ألف راء تربيع، ألف راء تكعيب. ألف هي الأساس، راء عفوا هي الحد الأول، را هي الأساس. الآن خلينا نعرف كيف بدنا نميز المتتالية الهندسية عن غيرها من المتتاليات. عندنا السؤال الواضح أمامكم، أي المتتاليات التالية هندسية؟ 5 سالب 5، 5 سالب 5، كثير مر معنا هذا النمط من المتتاليات. الآن أول شيء عشان نوجده هي الحد الأول، هي الثاني، ثالث، رابع. نقسم الحد الثاني على الحد الأول ويساوي سالب 5 على 5 تساوي سالب 1، تمام. نجرب الحد الثالث على الحد الثاني ويساوي 5 على سالب 5 أيضا سالب 1. إذا سالب 1 تساوي سالب 1، نفس القيمة نفس النسبة فتسمى هندسية. نيجي هون الفرع الثاني، هاي الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس. 18 على 4 اللي هي الحد الثاني على الحد الأول، وتساوي، خلينا نبسط الكسر لأبسط صورة. لو بدي أقسم أنا البسط والمقام على 2 على 2، رح تصير عندنا بهاي الحالة 9 على 2، 9 على 2 اللي هي 4.5. نيجي بدنا نقسم إحنا 6 على 18، 6 على 18 2 على 2، 3 على 9 وتساوي التلت. هل التلت تساوي الأربعة ونص؟ طبعا لا، إذا هي ليست هندسية. بهيك الصورة إحنا بنقدر نحدد ونميز الموجودة أمامنا هل هي هندسية أم لا بالتطبيق حسب مفهوم الهندسية اللي إحنا بنعرفه، واللي هو تقسيم الحد الثاني على الأول أو الثالث على الثاني. شوف الفرع الثالث، في عندي أنا هون متتالية 2 4 6 8 10، هاي الأول، هاي الثاني، هاي الثالث، هاي الرابع، هاي الخامس. نقسم الثاني على الأول، 4 على 2 2، الثالث على الثاني، 6 على 4 3 على 2. طب نكمل، 8 على 6 8 على 6، 4 على 3 أيضا ليست هندسية. الآن خلينا نشوف التدريب صفحة واحد، تدريب واحد صفحة 156، أيضا ينطبق على نفس المفهوم. خلينا نشوف كيف بدنا نحدد هاي المتتالية الموجودة أمامي هي هندسية أو لا. بالبداية هون هاي الأول، هاي الثاني، الثالث، الرابع. نقسم الحد الثاني على الحد الأول، 500 على 5000، هاي صفرين صفرين، 5 على 50 على 5 واحد على 5 10، 10. نيجي نشوف النسبة الثانية، الحد الثالث على الثاني، لازم على القبل مباشرة. عند الثالث 50 على 500، صفر مع صفر،
على 5 1 على 5 10 أيضا عشر. إذا عشر تساوي عشر فهي هندسية. شوف المثال الثاني، واحد ثلاثة تسعة 27 81. نيجي للحد الثاني على الحد الأول، 3 على 1 تساوي 3. الحد الثالث على الحد الثاني، 9 على 3 3. كمان واحد نجرب، الحد الرابع على الحد الثالث، 27 على 9 أيضا 3. 3 تساوي 3 تساوي 3 فهي هندسية. شوف بعديها، هاي الأول هاي الثاني هاي الثالث هاي الرابع، 64 على 132. ننبسط الكسر، خلينا نختصر على 2 على 2 على 2 3 32 على 2 6 1 6 66. طيب نكمل أيضا على 2 على 2، بسط الكسر إلى أبسط درجة، 1 1 6 على 33 أيضا على 2، لا ما بتزبط معنا بضلها 16 على 33. خلينا نشوف، إذا بدي أقسم 32 على 64، 32 على 64 هي الحالة الأولى، هي الثانية. 32 لو بدي أقسمها بتقبل القسمة على 32، هي 1. 64 على 32 2، إذا الجواب نص، إذا النص ما بتساوي عندي 16 على 33، فهي ليست هندسية. خلينا نشوف الجزء اللي بعده. الأول ثاني ثالث رابع، 10 على 5 2، 15 على 10 على 5 على 5 3 على 2، 20 على 15 تختصرها على 5 على 5 4 على 3. إذا الاثنين ما بتساوي 3 على 2، ما بتساوي 4 على 3، فهي ليست هندسية. شوف السؤال الأول من صفحة 159 أيضا بيحمل نفس الفكرة، هل المتتاليات التالية هندسية نعم أم لا؟ هي الأول هي الثاني هي الثالث هي الرابع. بنقسم الحد الثاني على الحد الأول ويساوي 3 بالمية على 3 بالألف. الآن للتسهيل الاختصار بدي أنا حرك الفاصلة، بحرك الفاصلة حسب عدد المنازل الأكثر، هون بدي أضربها في 1000، إذا هون أيضا بضربها بألف. طبعا بدي أحرك 3 أصفار، 1 2 بحط أنا الصفر الثالث، هون 1 2 3، 1 2 3 على 3، 30 على 3 10. نشوف اللي بعديها، الحد الثالث على الثاني اللي هو 3 أعشار على 3%، بضرب في 100 ضرب 100. ليه؟ هون أنا عندي منزلة ورا الفاصل، هون منزلتين، أنا أتخلص من الفاصل المنزل العشرية في البسط والمقام، فبضرب في 100 في 100 البسط والمقام، بتصير عندي 30. ليه؟ 0 0 منزلة منزلتين، هي 30 على 0 0 منزلتين وتساوي أيضا 10. إذا 10 تساوي 10 فهي هندسية. من العشرة هي قيمة را، من را هي أساس المتتالية الهندسية. خلينا نشوف تتمة حل السؤال. أنا عندي متتالية اللي هي 1 4 16 64. طيب أنا بدي أوجد هون 4 على 1 4، طيب 16 على 4 4، طيب 64 على 16 أيضا أكام. خلينا نشوف، بدي أختصر على 4 على 4، 1 24 على 4 6 على 4 4، 16 على 4 4 نفس القيمة، إذا 4 تساوي 4 تساوي 4 فهي هندسية. نيجي للفرع اللي بعده، 1 3 9 1 على 27. انتبه، الحد الثاني على الأول، 3 على 1 3. نيجي الحد الثاني الثالث، 9 على 3. انتبه لما يكون عندي كسور بهاي الحالة بتصير 9
تقسيم تلت، تتحول القسمة للضرب، تقسيم تلت، بكمل 1/9 ضرب 3/1، بصير بسط بسط مقام بمقام، 3/9 وتساوي 1/3، إذا التلت تساوي التلت فهي هندسية. كمل الآخر نمط، هون 4/1 4، 9/4 2.25، طيب 16/9 مش رح تتناسب، مش رح تساوي، مبينة من البداية الأربعة لا تساوي 2.25، إذا ليست هندسية. خلينا الآن بعد عرفنا إحنا كيف نميز المتتالية الهندسية عن غيرها من المتتاليات الحسابية وغيرها، بدنا نعرف إيش هو الحد النوني أو الحد العام للمتتالية الهندسية. إحنا أخذنا الحد العام للمتتالية الحسابية وحلينا عليه، طب خلينا نشوف كيف الآن بدنا نوجد فيما يتعلق بالمتتالية الهندسية، لازم نكون عارفينه من الجهتين مهمين. الآن الحد النوني يساوي ألف را للقوة نون ناقص واحد، مين ألف؟ هي الحد الأول، الحد الأول في المتتالية الهندسية، ومين را هي الأساس، ومين نون هي عدد الحدود. طيب إذا دائما دائما لازم نضل مثبتينها، إيش هو الحد النوني للمتتالية الهندسية اللي هو الحد النوني ألف في را للقوة نون ناقص واحد، نكون عارفين مين كل حد من هاي الحدود. يجي هنا بحكي لي سؤال، كيف ممكن تجيك الأسئلة؟ تدريب 2 صفحة 157، جد الحد الخامس لكل متتالية هندسية، الحد الخامس، فهو حكي لي هندسية، إذا أنا صرت أعرف إيش الحد النوني اللي هو ألف في را للقوة نون ناقص واحد، وهي معطيني المتتالية. كلنا بنعرف إنه هذا الحد الأول، الثاني، الثالث، الرابع، هذا الأول اللي برمز له بالرمز ألف، بس أنا عشان أكمل بالحل وأقدر أعوض وأوجد الحد الخامس اللي هو يمثل قيمة نون، إذا أنا لازم أعرف را قيمتها لأنها هي مطلوبة عندي بالقانون. إذا خطوات الحل نجد را. طيب كيف أنا بدي أوجد را؟ كيف بدنا نوجد بهاي الحالة قيمة را؟ نيجي هون 9/3 3، هل تساوي 27/9؟ نعم 3، إذا قيمة را اللي هي 3. الآن بحول بالقانون، الحد النوني يساوي ألف ضرب را للقوة نون ناقص واحد، هو بده مني الحد الخامس، إذا الحد الخامس يساوي ألف اللي هي 3 ضرب را اللي طلعناها أيضا 3، الخامس مكان نون 5/1 يساوي. نيجي هون الحد الخامس يساوي 3 ضرب 3 للقوة 5/1، 3 للقوة 4، إذا الحد الخامس قيمته 3 ضرب 3 للقوة 4 هي 81 وتساوي 3 في 1 3، 3 في 8 24 هي قيمة الحد الخامس. مثل هيك نمط تجيكم الأسئلة. طيب الآن بدنا نشوف تدريب 3 صفحة 158، جد عدد حدود كل متتالية هندسية. الآن حاجة نتذكر إحنا إنه كلمة عدد مقصود فيها هو بده قيمة نون هنا، يعني إحنا بدنا نوجد نون. طيب خلينا نتذكر مع بعض إيش هو الحد النوني للمتتالية الهندسية اللي هو ألف را ونون ناقص واحد، وكلنا بنعرف ونتذكر مين هي ألف. ألف هي الحد الأول، هون تساوي عندي واحد، بينما را هي الأساس، والأساس أنا كيف بوجده بالمتتالية الهندسية اللي هو محدد لي إياها؟ حد الثاني على الحد الأول 3/1 وتساوي 3، وإن كان أتحقق 9/3 وتساوي 3 فهو يساوي را اللي هي 3. الآن نكمل، حانون من هي؟ هاي الأول الثاني الثالث، هذا اللي إحنا بدنا نوجده. كيف بدي أوجده أنا؟ 243 قيمة الحانون تساوي ألف اللي هي 1 ضرب را اللي هي 3 نون ناقص 1، 243 هي نفسها 3 للقوة نون ناقص 1. الآن كيف أنا بدي أوجد قيمة نون؟ كلنا بنعرف إنها هاي أصبحت عندي معادلة أسية، بقدر أنا إني أوجدها، بدي أخلي الأساسات متساوية أخليها 3، يمكن أن نجي هنا بكل بساطة نقسم
243 حللها للعوامل الأولية يا مس، على 3. 24 على 3 8، 1 أيضا على 3 في عندي 2، و2 باليد هي 7، وعلى 3 في عندي 9. كمل هون، كم مرة كررنا الثلاثة بهاي الحالة؟ كم مرة كررنا الثلاثة بهاي الحالة؟ 1 2 3 4 5. إذا 3 للقوة 5 تساوي 3 للقوة ن ناقص 1. صارت عندي بهيك حالة الأساسات متماثلة. إذا أنا بقدر أوجد قيمة ن. 5 تساوي ن ناقص 1 معادلة خطية. إذا 6 تساوي ن. مين هي ن؟ تساوي 6. مين تمثل مين؟ إذا عدد الحدود 6، أو الحد السادس هو اللي قيمته 243. تمام، خلينا نشوف بهيك حالة إيش في عنا كمان تتمة لهذا التدريب من أفرع. خلينا نوجد عدد الحدود. في عنا الفرع الثاني، نكمل هون، حكي لي نص وربع، هي 1 2 3، والثمن 1 على 256. الآن نتذكر جميعنا الحاد النوني يساوي متتالية الهندسية أ في ر لقوة ن ناقص 1. قيمة الحد النوني هيها هون، 1 على 256 يساوي أ هي الأول نص، ر اللي احنا بدنا نوجدها احنا ما أوجدناها، كيف؟ لازم تكون ر تساوي ربع على نص. كسرين قسمة، ايش احولها؟ ربع ضرب 2 على 1، بحولها هون للضرب وبقلب الكسر، تساوي 2 على 4 وتساوي نص. اذا هون انا عندي صارت عندي الاساس اللي هي نص الاولاني ضرب نص اللي هي ر للقوة نون ناقص 1. طب هون نفس المعادلة اللي حلناها قبل شوي، لكن هون أنا عندي كسور، كيف أتعامل معها؟ نفس الشيء، أقسم هذا الحد كله على نص وهذا الحد كله على نص. صار عندي 1 على 256 تقسيم نص يساوي نص للقوة نون ناقص 1، تصير ضرب ضرب 2 على 1 تساوي نص للقوة نون ناقص 1. اختصر على 1 على 1 128. 1 على 128 تساوي نص للقوة نون ناقص 1. كيف بدي أوجد قيمة نون؟ بدي أنا أخلي 1 على 128 أساسها نص مرفوع على قوة. إذا أنا بدي أعرف هون 128 تقسيم 2 دحليها العوامل الأولية كم راح تعطيني؟ هون 12 على 2 6، 8 على 2 4، على 2 6 على 2 3 2، على 2 1 باليد 1 6، على 2 8 راح يصير عندي 4 وعلى 2 2 هون 1. خلينا نشوف 1 2 3 4 5 6 7. اذا 1 على 2 للقوة 7 يساوي نص للقوة نون ناقص 1. هون بكم؟ طيب اذا هون بنعيد الترتيب، تذكر 1 على 2 الكل للقوة 7 يساوي 1 على 2 للقوة ن ناقص 1. طيب الآن صارت الأساسات عندي متماثلة، إذا 7 مين بتساوي؟ ن ناقص 1، موجب 1 موجب 1، إذا ن تساوي 8 وهو المطلوب. إذا قيمة الحد الثامن يساوي 1 على 256. طبعا هنا بنتذكر ان 1 على 2 القوة 7 بامكاني احطها السبعة. ليش؟ انا شو عملت هون؟ السبعة الاسس خليتها على الكسر كامل، لان 1 للقوة 7 1، و2 للقوة 7 هي اللي صارت 128. تمام؟ طيب نشوف الفرع اللي بعده. عنا السؤال الثاني صفحة 159. هون اكتب الحد 50 و
والعاشر لكل مما يلي، بس هو بداية كان طالب مني الحد العاشر بعدين الحد الخمسين. طيب لكل مما يلي، أول شيء بهيك نمط من الأسئلة أنا لازم أعرف هي متتالية هندسية ولا حسابية. طيب خليني أجرب أشوف، 6 على 3 2، طيب 12 على 6 2، إذا هندسية. عرفت هندسية؟ بكمل. شو المطلوب؟ بده الحد العاشر. شو الحد النوني للهندسية؟ ألف في راء الخونة نون ناقص واحد. طيب ولو كانت عندي حسابية رح تكون عندنا ألف زائد نون ناقص واحد في دال. تمام، مين ألف؟ هيا موجودة عندي الثلاثة. طيب راء طلعناها 2 للقوة نون ناقص واحد، هو مين طالب مني؟ الخمسين ولا العاشر؟ بدي بلش أنا بالعاشر. الحد العاشر طالب قيمته، وهي نفسها هون كان نون 10 ناقص 1 وتساوي 3 في 2 للقوة 9 وتساوي 3 في 2 للقوة 9. كيف بدي أوجد 2 للقوة 9؟ شو يعني 2 للقوة 9؟ 2 للقوة 9 يعني 2 اتكررت معي 9 مرات. طيب 1 2 3 4 5 6 7 8 9، هسا 2 في 2 4، 2 في 2 عنا 4، هون 4 4. تمام، 4 في 4 هون 16 4 في 4 16. طيب 16 تضربها ب 16، 6 في 6 36، 6 9 6 1، 6 15 2، 256. وفي عندي 2 ضلت، تضربها ب 2، 2 في 6 12، 2 في 5 10 11، 2 4 5 512. إذا 2 للقوة 9 512، 3 ضرب 512 يساوي، عشان أوجد قيمة الحد العاشر. إذا الحد العاشر يساوي 3 ضرب 512، 3 في 2 6، 3 في 1 3، 3 في 5 15، 1536 قيمة الحد العاشر. طالب مني الحد الخمسين، هاي بدي أتركها إلك تعوض بالقانون مثل ما احنا عملنا في قيمة الحد العاشر. ننتقل على الفرع الثاني، معطيه متتالية 5 سالب 5 5 سالب 5، طالب برضو الحد الخمسين والحد العاشر، بدنا احنا نجد الحد العاشر. الحد العاشر يساوي ألف راء للقوة نون ناقص واحد. طبعا حدا بيحكي لي انا احنا عرفنا هندسية ولا حسابية، ما بنعرف، مش مشكلة، احنا حكينا النمط المتتاليات بتكون 1 سالب 1 1 سالب 1، 5 سالب 5 5، او 5 سالب، عدد موجب عدد سالب مرة هيك ومرة هيك، طلعت معنا انها بشكل عام هي الهندسية. خلينا ناخذ مثال، سالب 5 تقسيم 5 رح تكون عندي اكم؟ سالب 1، وخمس تقسيم سالب 5 برضو سالب 1، فهي هندسية. نجي هون، الف هي 5، الحد العاشر يساوي راء كم طلعت عندي؟ سالب 1 ضرب سالب 1 للقوة كم؟ أنا بدي الحد العاشر 10 ناقص 1 يساوي 5 ضرب سالب 1 للقوة 9. الآن لاحظ إنه عدد سالب مرفوع لعدد فردي رح تبقى الإشارة سالب، لو هنا مرفوع على أسس زوجية رح يصبح السالب موجب. هون رح تصير عندي الحد العاشر تساوي 5 ضرب سالب 1 وتساوي سالب 5، قيمة الحد العاشر. طب خلينا نشوف الحد الخمسين، هاي الحد الخمسين يساوي 1 على 5 ضرب سالب 1 للقوة نون ناقص واحد، نون ناقص واحد 50 ناقص 1 49، أيضا فردي، أيضا رح يكون الجواب سالب 5. تمام؟ إذا الآن نشوف إيش في عندي ضايل عندي أسئلة. عندي كمان فرع باء. تمام، هاي اللي انحلت. خلينا نشوف السؤال الرابع، إيش مطلوب فيه؟ فرع الرابع أو السؤال الرابع بصفحة 159، طالب مني جد الحد التاسع المتتالية الهندسية، معطيني الحد الأول والأساس، معطيني إنها هندسية أسهل، الحد بده التاسع ويساوي نمط آخر للسؤال، ألف في راء القوة نون ناقص واحد، الحد التاسع ويساوي، معطيني الأول 128 ضرب راء معطيني 2، التاسع
تسعة ناقص واحد ويساوي الحد التاسع يساوي 128 تساوي 2 للقوة 8، عفوا ضرب 2 للقوة 8، وهي تساوي 128 ضرب 2 للقوة 8. كم رح تطلع معنا 2 للقوة 8؟ 200. 2 للقوة 9 طلعت معنا 512. إذا 2 للقوة هي مش هون، 2 للقوة 9 كانت محصلتها 512، لكن 2 للقوة 8 هي 1 2 3 4 5 6 7 8 اللي هي 16 ضرب 16 طلعت معنا 256. إذا 256 وتساوي، بيجي هون على جنب وبعملية الضرب 256 ضرب 128 عشان نطلع قيمة الحد التاسع. 8 بستة 48 باليد، 8 بخمسة 40 44 باليد أيضا، 8 باتنين عندي 16 عندي 20، حط الصفر. 2 بستة 12 باليد، 10 11 4 5 هاي صفرين، 6 براعي ترتيب المنازل، 5 2 8 6 7 12 3. إذا الجواب قيمة الحد التاسع. تمام؟ طيب نشوف الفرع اللي بعده. إيش طالب منا؟ طالب منا اكتب ثلاث حدود إضافية لكل مما يلي، يعني هو معطيني الحد الأول ثلاث ومعطيني الأساس وبده يعني اكتب كمان ثلاث حدود. طيب عادي، إيش هو قانون الحد النوني للمتتالية الهندسية؟ أ في ر للقوة ن ناقص واحد، الأول ثلاث، ر اللي هي خمس، أنا بدي أوجد الحد الثاني، هو معطيني الأول، 2 ناقص واحد وتساوي 3 في خمس، 2 ناقص واحد واحد، وتساوي 3 في خمس، 3 على 5، الحد الثاني، بده يعني أوجد كم؟ ثلاث حدود. طيب نوجد الحد الثالث. 3 ضرب خمس، 3 ناقص 1 اللي 2، 3 ضرب 1 على 25، 3 على 25 الحد الثاني، الحد الثالث رح تكون عندي 3 على، طبعا الرابع ناقص 1 تكعيب، 5 تكعيب 125 الحد الثالث. إذا الأول عندنا موجود عندي 3. طيب الأساس خمس، الحد الثاني ثلاث أخماس، الحد الثالث عنا هون ثلاثة على خمسة وعشرين، عندي الحد الرابع ثلاثة على مية وخمسة وعشرين، واضح. تمام نشوف كمان إيش ممكن نمط أسئلة ثانية، يعني أيضا أوجد ثلاث حدود في حالة إنه أنا عندي الحد الأول أ تساوي 2 والأساس ر تساوي 1، ح ن تساوي أ في ر للقوة ن ناقص 1، أنا معطيني الحد الأول اللي هو 2، هاي هون الأول 2، بدنا نوجد الحد الثاني، كيف؟ هاي الحد الثاني يساوي 2 ضرب ر الأساس 1 للقوة ن ناقص 1، 2 ناقص 1 تساوي 2 في 1 تساوي 2، إذا قيمته 2، هذا الحد الثالث، الحد الثالث 2 في 1 للقوة 3 ناقص 1 اللي هي 2 في 1 للقوة 2 وتساوي 2، إذا الحد الثالث 2. خلينا نشوف الحد الرابع، الحد الرابع 2 في 1 للقوة 4 ناقص 1، 2 في 1 للقوة 3 2، والحد الخامس 2. طيب إذا هيك أوجدنا وتنوعنا بنمط الأسئلة اللي هو ممكن يعطينا إياها ونحل عليها، وهيك خلصنا مفهوم درس المتتالية الهندسية. إيش أهم النقاط اللي إحنا عرفناها بالمتتالية الهندسية؟ إيش هو مفهوم المتتالية الهندسية؟ أخذنا إنه هي عبارة عن متتالي تكون فيها النسبة بين كل حد إلى الحد السابق له مباشرة نسبة ثابتة، يعني كسر، يعني قسمة الحد على الحد اللي قبله بده يعطيني كسر ثابت أو عدد ثابت وهي نسبة ثابتة. الآن عرفنا كيف نحدد هاي متتالية هندسية أم حسابية، أيضا عرفنا كيف إحنا أعطيك بعض المعلومات وأطلب منك توجد الحدود الثلاثة الأولى مثل هذا السؤال،
اعطيتك الحد الاول واعطيتك الاساس، طلبت منك توجد لي ايضا كمان حدود، وايضا اخذنا كيف نوجد السؤال الرابع 759 كيف نوجد الحد التاسع لمتتاليه عن طريق كتابه الحاد النوني الها، وايضا كيف نوجد الحد الخمسين والعاشر لمتتاليه، انا ما اعطيك اياها عشان تتمكن من التمرس في الاجابه، وايضا اخذنا كيف نوجد عدد حدود كل متتالية اللي هي مجهول قيمة نون كيف اني انا بدي اوجدها. هيك بنكون انهينا هذا الدرس. الان ضل علي كيف اوجد مجموع المتتالية الهندسية المنتهية والغير منتهية، اضافة الى حل اسئلة الوحدة، وان شاء الله رح يتم هذا الحكي بفيديو واحد، وهيك بنكون انهينا مادة الرياضيات الفصل الدراسي الثاني بإذن الله. يعطيكم العافية.